عجوز البيت الأبيض غاضب وبشدة، فالقوة اليمنية تتزايد وأصبحت متوحشة، والتحالف الأمريكي بدأ في المواجهة، لكن سلاحه أصبح ضعيفاً أمام البطش اليمني، فالجيش اليمني أصبح يمتلك أسلحة الدول القوية في العالم، إيران وكوريا الشمالية وروسيا. فهل بدأت أمريكا تجمع التحالف للقضاء على القوات اليمنية؟ صدمة، إسرائيل تغتال قيادياً في حزب الله وتذكر بأحداث 2006. يضع إصبعه في عين المستوطنين، بن غفير يهاجم جالانت بشدة، فما القصة؟ وإسرائيل ستبلغ بلينكين بشرطها لعودة الفلسطينيين للشمال، فما هو؟ وإلى معارك روسيا وأوكرانيا، الدفاعات الجوية الروسية تعترض 10 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بلغراد، وواشنطن تنوي الدخول في مواجهة أوسع مع موسكو، هكذا فجرها خبير أمريكي. تدمير 4 مراكز قيادة و3 تجمعات أوكرانية، فما هي الحصيلة؟ والمستشار الألماني يحث الدول الأوروبية على زيادة الدعم العسكري لكييف. روسيا تستعرض عضلاتها في 2024 بأحدث 5 أسلحة غير مسبوقة، فما هي؟ وتدمير 18 صاروخاً من أصل 51 أطلقتها روسيا على أوكرانيا. إليكم التفاصيل. اغتيال قيادياً في جنوب لبنان. سجل الجنوب اللبناني خرقاً أمنياً مع مقتل قيادي ميداني بارز في حزب الله إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارته، وذلك استكمالاً لمسلسل الاغتيالات الإسرائيلية في معاقل جنوب لبنان. من جانبه قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أثناء تفقده قوات بلاده في كريات شمون على الحدود مع لبنان إن حزب الله أخطأ التقدير في عام 2006 وهو يخطئ التقدير مجدداً. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستقوم بكل ما يلزم من أجل إعادة الأمن إلى الحدود الشمالية وتمكين السكان من العودة، مشيراً إلى أنها تفضل أن يحصل هذا بالطرق الدبلوماسية ومن دون حرب واسعة، لكن لا شيء سيمنعها من إعادة الأمن. بن غفير يهاجم جالانت. شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير هجوماً عنيفاً على نظيره وزير الدفاع يوآف جالانت بسبب إخلاء منازل في مستوطنة غوش عطسيون حسب ما ذكرت صحيفة معارف. ونقل المصدر عن بن غفير قوله: عندما يكون مقاتلون في القطاع والناس متحدون يأتي الوزير جالانت ويدمر مستوطنة، وفق تعبيره. وأضاف الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف: بدلاً من وقف وتدمير الاستيلاء الفلسطيني غير القانوني على الأرض، اختار جالانت أن يضع إصبعه في عين المستوطنين والمقاتلين، وهذا استمرار لمفهوم تحويل المحب إلى عدو والعدو إلى محب. شرط عودة الفلسطينيين. كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي معلومات حول لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين المرتقب بمسؤولين إسرائيليين أثناء زيارته لتل أبيب. ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مساء الاثنين إلى تل أبيب، حيث سيجري في اليوم التالي مناقشات يتوقع أن تكون صعبة مع السلطات الإسرائيلية. ووفق ما ذكر موقع أكسيوس، فإن المسؤولين الإسرائيليين الذين سيلتقون ببلينكين سيبلغونه أن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع إذا لم توافق الفصائل على إطلاق سراح المزيد من الرهائن. اعتراض صواريخ أوكرانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت ودمرت 10 صواريخ أطلقتها قوات كييف نحو أهداف في مقاطعة بلغراد الروسية. وقالت الوزارة في بيان: تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام رجمات صواريخ RM-70 نحو أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. وأضاف البيان: رصدت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 10 صواريخ فوق مقاطعة بلغراد. دخول واشنطن بمواجهة مع روسيا. قال بول غريغ موظف البيت الأبيض خلال رئاسة رونالد ريغان إن نوايا الولايات المتحدة تجاه روسيا صارت واضحة،
وكشفت استعدادها للدخول في مواجهة أوسع معها. وكتب في مقاله: عندما أظهرت النخب الغربية للجميع أنها لا تشعر بالخجل من النزاعات المثارة، أصبحت نوايا الولايات المتحدة تجاه روسيا واضحة تماماً. وتابع: ليس للشعوب الأمريكية والأوروبية أي تأثير على حكوماتها التي تخدم أجندات أصحاب رؤوس الأموال، ولان بعد أن أظهر الغرب للجميع أنه لا يشعر بالخجل من الضلوع في الإبادة الجماعية، أصبحت نواياه تجاه روسيا واضحة. تدمير مراكز قيادة أوكرانية. دمرت القوات الجوية الروسية 4 مراكز قيادة ومراقبة و3 تجمعات للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك في جمهورية دونيتسك. وقال الناطق باسم قوات المركز الروسية لونيد شاروف: دمر الطيران التكتيكي 4 مراكز قيادة ومراقبة و3 تجمعات أوكرانية في مناطق تورسكوي ويامبولوفكا وتشيروفونايا ديبروفا. وأضاف شاروف أن القوات الجوية الروسية وجهت ضربات لمواقع الألوية 13 و63 و100 الأوكرانية. دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. حث المستشار الألماني أولاف شولتس دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق على المساعدات العسكرية لأوكرانيا مثل ما فعلت ألمانيا. وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن إنه عند اعتماد ميزانية جديدة لعام 2024 تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق على المساعدات العسكرية لأوكرانيا كما فعلت ألمانيا. وأضاف شولتس: مهما كانت أهمية المساهمة الألمانية فإنها لن تكون كافية لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل، وإني أحث الحلفاء في الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهود لصالح أوكرانيا. أسلحة روسيا الحديثة. في خضم حربها بأوكرانيا الممتدة قرابة 3 سنوات، أكملت روسيا إدخال 5 أسلحة جديدة غير مسبوقة في مجال الحرب الإلكترونية كتكتيك عسكري لصد الهجمات المعادية للطائرات والصواريخ المجنحة ومنع أي اختراقات لدفاعاتها وأجوائها. وآخر تلك الأسلحة تم كشفه للرادار كاستا 2E2 المتخصص في رصد الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، وهي في مجملها وفق تقديرات الخبراء تسمح للجيش الروسي بامتلاك أحدث أنواع الأنظمة الدفاعية الإلكترونية، كما تعزز قوته في شل القوات المعادية وخططها الهجومية ومنع ضرباتها الاستباقية لطيرانها وصواريخها المجنحة. وعلاوة على 5 تلك الأسلحة، توالت الإعلانات الروسية على مدار 7 أشهر عن إدخال 4 رادارات عسكرية أخرى هي بودليت إي وأستيونوك، بالإضافة إلى كريدو M1 وأخيراً B18E2، وهو يتعرف على مصادر التشويش المعادية التي تهدف إلى تعطيل القدرات القتالية للقوات الروسية. وأخيراً عزيزي المشاهد، هل تأجيل منح أوكرانيا طائرات F-16 الأمريكية المقاتلة سيغير من مجرى المعركة بين روسيا وأوكرانيا؟